الرئيس السيسي يجدد العهد على المضي في معركة البناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده مع 15 بلدا من بينها الصين ويستثني الولايات المتحدة. محامون أتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على خطة أردوغان لتأسيس النقابات وإسكات المعارضة. الخامسة مساء الثالثة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. بداية هذه النشرة مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك شادي. أهلا بكم. بداية هذه النشرة من احتفالات مصر بثورة 30 من يونيو المجيدة. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي العهد على المضي في معركة العمل والبناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية بنفس العزم والإصرار. وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيتوقف التاريخ كثيرا أمام ثورة 30 من يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف. وأضاف أنه في العيد السابع للثورة المجيدة يؤكد أن المصريين أمة صنعت التاريخ وما زالت تصنعه في شتى الميادين وتلهم الإنسانية بما تحققه. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن ثورة 30 من يونيو تمثل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية. وفي تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أضافت السيدة انتصار السيسي أنه تمر اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 من يونيو والتي أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة، فاستجابت له كل المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ البلاد الوطني. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. جاء في نص البرقية أن الاحتفال بذكرى الثورة يأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب أبي احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع من وطنيته ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى للأجيال القادمة. أعلنت وزارة الداخلية توزيع المساعدات العينية على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 30 من يونيو. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر المصرية، قامت وزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات عينية على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي أيضا استمرارا للدور المجتمعي للوزارة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، دور تجسد واضحا في تلك المبادرة الإنسانية والاجتماعية التي أشاد بها الجميع. المساعدات هي سلع غذائية أساسية أعدتها منظومة أمل للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، كما شاركت بمنافذ متحركة محملة بتلك المواد بالتنسيق مع مديريات الأمن توجهت إلى المناطق الأكثر احتياجاً، وكذا سيارات محملة بالسلع والمواد الغذائية. وإحنا كلنا واحد يا ريس،
وكلنا مع واحنا معاه. اقول له ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا وينشره على اللي هو فيه ويزيله من نعيمه يا رب. حيث كان القائمون على توزيع تلك المساعدات حريصين على ان تصل لمستحقيها اينما كانوا، حتى في اماكن اقامتهم ولو كانت نائجه. بينما تم إعداد شوادر في أماكن محددة لاستقبال المواطنين المستهدفين بالمساعدات لتوزيعها عليهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن حماية صحتهم وسلامتهم من خطر انتشار فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الواقية ومسافات التباعد الآمن بين المواطنين. منذ انطلاقها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فإن مبادرة كلنا واحد وصلت إلى أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وما زالت تستهدف المزيد منهم، ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتأكيداً على الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، التي توليه أهمية كبيرة بالتوازي مع دورها الأمني في حماية أمن الوطن. قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إن الوزارة خلال الأعوام الماضية عملت على وجود قنوات اتصال بين الدولة والجاليات، وأضافت أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة في عام 2015 جاء لإيمانه بقوة المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن كل جالية وكل شريحة للمصريين بالخارج مختلفة في طلباتها واحتياجاتها. تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة في بداية عملها في سبتمبر 2015 كان بالأساس تلبية احتياجات المصريين في الخارج، وأيضا التواصل معهم والاستفادة من خبرتهم. والحقيقة الوزارة اللي كانت انتهت أعمالها منذ 20 عام كان تحدي كبير جدا إن إحنا نرجع الثقة مرة أخرى ما بين المواطن في الخارج وما بين دولته. الحقيقة قرار السيد الرئيس بعودة هذه الوزارة هو قرار في الأساس بيرجع هذه الثقة. ليه رجع هذه الوزارة؟ لأنه مؤمن بقوة المصريين في الخارج، ودايما بيثمن على الدور اللي بيلعبه أبناء الوطن في الخارج لحماية مصالح الدولة، وأيضا لأنه هم يفيدوا دولتهم بخبرتهم في الخارج. أكد المؤتمر الوطني للشباب أن ثورة 30 من يونيو المجيدة تمثل جزءا أصيلا من تاريخ شعب أثبت أنه أكثر وعيا وأقوى إرادة ممن حاولوا سلب إرادته وأرادوا به الشر. وفي تدوينة على صفحة المؤتمر الرسمية على فيسبوك، أشار المؤتمر الوطني للشباب إلى أن المصريين انتفضوا ليسطروا ملحمة وطنية شهد لها العالم، وستظل محفورة في الذاكرة وملهمة لأجيال مقبلة من الشباب وأبناء هذا الشعب الأصيل. هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم بحلول الذكرى 67 لثورة 30 من يونيو المجيدة. أكدت التنسيقية أن ذكرى الثورة تأتي في خضم اضطرابات ونزاعات تشهدها المنطقة، لتكشف معها عن الوجه القبيح لجماعة إرهابية اتخذت من الدين ستارا لأفعالها ولم تؤمن أبدا بمفهوم الدولة الوطنية، لتؤكدوا أن مصر ما كانت تستحق أن تسقط بين براثين تلك الجماعات الظلمية والتكفيرية. قدمت التنسيقية التحية والتقدير لكل شهيد من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة إرهاب تلك الجماعات، كما أعلنت تجديد ثقتها في درع وسيف الأمة في مواجهتهم لحفظ أمن مصر القومي وحماية مقدرات الوطن. هنأ السفير أحمد عبد العزيز قطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. وأضاف القطان في تغريدة له عبر تويتر أنه استنكر خلال ذكرى الثورة البيان القوي الذي صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية آنذاك، والذي يعبر عن موقف المملكة الداعم للثورة المصرية، كما عبر القطان عن أمنياته بالأمن والرخاء لمصر. Thank you.
وللمزيد عن المشروعات القومية في محافظة المنيا وبالأخص المشروع القومي للطرق، ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز محمد النادي واللقاء مع المهندس محمد إسماعيل المشرف على مشروع المرحلة الأولى من تطوير طرق القاهرة أسوان بطول 230 كيلو متر من القاهرة إلى المنيا. محمد برحب بك وإليك الكلمة، تفضل. مساء الخير ندى، وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة وجميع المصريين بخير وسلام بمناسبة ذكرى الثورة 30 من يونيو المجيدة. أنا أحدثك الآن من على الطريق الصحراوي الغربي الذي يشهد عملية تطويرية كبيرة. الطريق إحدى المشروعات القومية التي تشهدها مصر وخاصة محافظات الصعيد. الطريق هو تطوير الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان. معي الآن ليحدثنا أكثر على عملية التطوير التي شهدها الطريق المهندس محمد إسماعيل المشرف على مشروع تطوير الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان والهيئة القومية للطرق والكباري. باشمهندس أهلا بك معنا على قناة قصة نيوز، حدثنا أكثر عن المشروع وعملية التطوير التي شهدها الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان. أولا كل سنة طيب حضرتك وكل سنة المشاهدين طيبين بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة. المشروع ضمن خطة التطوير وتطوير وزيادة الصادرات وسهولة حركة التجارة بين القاهرة وبين محافظات الصعيد، بيساعد على زيادة الاستثمار بين محافظات الصعيد والقاهرة، ويتم تنفيذه بالتزامن مع المحاور العرضية التي يتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة. المشروع بتاعنا بيتكون من إنشاء طرقي خدمة لمخصصين لحركة النقل التقيل. بنعمل طريق في اتجاه أسيوط بعدد حارات 3 حارات، رصف أسفلتي، وبنستخدم في اتجاه القاهرة التقنية جديدة هي رصف خرساني لأول مرة نستخدمها في الصعيد بعدد 2 حارة مخصصة برضو لحركة النقل التقيل. وبيتم حاليا توسعة الطريق القائم وزيادة عدد حارات 3 حارات بدل من عدد 2 حارة مخصصين لحركة النقل لحركة الملاكي للسيارات الملاكي والنقل الخفيف. الطريق هو حدثتنا عنه هو تطوير من القاهرة لأسوان، حدثنا أكثر عن تطوير الطريق داخل نطاق محافظة المنيا. المشروع بتاعنا هو جزء من القاهرة أسوان وهو مرحلة أولى منه بطول 230 كيلو بيخدم من القاهرة حتى المنيا. المشروع ضمن نطاق محافظة المنيا، احنا بننفذ المشروع بدون تقاطعات رئيسية، يتم تنفيذها كأنفاق خرسانية مع التقاطع مع الطرق المتقاطعة معانا. يعني عندنا 9 تقاطعات حرة يتم تنفيذها تقاطعات حرة من محافظة المنيا شمالا بداية من مركز مغاغة حتى جنوبا مركز أبو رقاص شماله ب 11 كيلو متر. بعد جائحة كورونا، هل أثرت جائحة كورونا على العمل داخل مشروع تطوير طريق الصحراوي الغربي؟ لا يا فندم، احنا حاليا بناخد كل الإجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات الوزارة، والشركات نفسها متشدد عليها نحو أخذ الإجراءات الاحترازية لزيادة العمل، وتم تنفيذ العمل بوتيرة ثابتة بدون أي تأثير على البرنامج الزمني للمشروع. متشكر جدا باشمهندس محمد. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا. ندى، وكان هذا كل التفاصيل حول عملية التطوير التي شهدها الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان. نعم زميل محمد النازي بشكرك شكرا جزيلا، وبالطبع الشكر موصول لضيفك الكريم، كنت معنا من محافظة المنيا. ننتقل الآن لمتابعة جلسة مجلس الأمن حول حظر الأسلحة على إيران. We have made further progress in our examination of the cruise missiles and delta wing UAVs used in the attacks. We were able to confirm. ومنذ ذلك الحين أحرزنا تقدم كبير في فحصنا للصواريخ الكروز المستخدمة في تلك الهجمات، وتمكننا من التأكد من أن بعض العناصر المستخدمة في هذه الصواريخ، صواريخ الكروز والأنظمة الحرارية فيها، تم تصديرها في 2016 و2018 من إيران، وبالتالي هذه مواد لابد من مراقبتها. وأكدنا أن محركات الجت المستخدمة في الصواريخ الكروز مشابهة للنموذج الإيراني، وكذلك
مطابقة لأيضا صاروخ إيراني تمت مصادرته من في أفغانستان في 2016. فإن أجزاء الصواريخ تثبت أنها مشابهة لما تم استخدامه مسبقا، وبالتالي يؤكد أنه منتج على يد نفس الجهة. وبالتالي فإن المعلومات الرقمية ومطابقة لما كان في صواريخ الكروز التي استخدمت على المملكة العربية السعودية. وسيد الرئيس، بناء على هذه النتائج التقنية الأخذين بالاعتبار فيها المعلومات التي زودتها إيران، فإن الأمين العام أكد أن صواريخ الكروز والمواد المتفجرة والمستخدمة في السعودية هي ذات مصدر إيراني. وأخيرا فإن الأمين العام تحصل على معلومات من أستراليا وإسرائيل والسعودية حول أسلحة ومواد نقلت من إيران. نحن نقوم بتحليلها وسنعود للمجلس في الوقت المناسب بعد التأكد من المعلومات. ناهيك عن التحديات التي تواجه الاتفاق النووي، إلا أن السبيل الوحيد لضمان المتابعة الحثيثة لبرنامج إيران النووي وفقا للقرار 2221. ودعوني أؤكد أن قيادة مارك سبيسبين ودوره كميسر لتنفيذ القرار 2231، ونضمن له الدعم الكامل من الأمانة العامة. وأود أن أشيد بدور المنسق العام لهذه البعثة. شكرا لك سيدي الرئيس. أشكرك سيدة دي كارلو على هذا العرض. أود أن أطلب من الزملاء أن يتأكدوا أن الميكروفونات لديهم مغلقة. والآن نعطي الكلمة لسيد مارك بيتسبيرغ. Merci, Monsieur le Président. I'm speaking in my capacity as Security Council facilitator for the implementation of Resolution 231. بصفتي ميسر لتنفيذ القرار 2231، ومنذ تعييني كميسر لهذا التنفيذ لعملية تنفيذ هذا القرار في يناير 2019 لمدة عامين، كان فخر لي أن أخدم هذا المجلس وأنفذ هذا التخويل. وأثناء ذلك فإنني اعتمدت على الدعم الكامل من الأمانة العامة، وأشكرهم على هذا الالتزام. وفقا للفقرة الثالثة من المذكرة المعروضة لعام 2016 على 4، فإن أعضاء المجلس والتنفيذ القرار سيراجع كل ستة أشهر وفقا للتقرير الصادر عن الأمين العام. والتقرير يهدف لعرض حقائق توصلت إليها الأمانة العامة خلال تلك الفترة، وفقا للتقارير التي تصدر للأمين العام. وهذا يعكس موافقة وتعليقات من الأمين العام، وبالتالي بعد ذلك سيعتبر هذا التقرير نهائي ويحصل على الإجماع. لكن للأسف أود أن أشير إليكم إلى أن هذا التقرير لم تتم الموافقة عليه من كل أعضاء المجلس كاملين، والمشاورات مع الأعضاء المعنيين تم عقدها بشكل مكثف من أجل التوصل إلى الإجماع، إلا أننا لم نحرز أي نجاح في ذلك. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر كل الأعضاء على الملاحظات التي سجلوها ومساهماتهم الفعالة.
وفي ظل عدم وجود تقرير في هذا تم الاتفاق عليه في هذا الوقت، أود أن أطلعكم حول بعض أهم 23 جون 2020. أكد قائد قوات الدفاع الجوي الفريق علي فهمي أن يوم 30 من يونيو 1970 يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، يسخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي. وشدد في كلمته بمناسبة الاحتفال بالعيد 50 لقوات الدفاع الجوي على أن قوات الدفاع الجوي تمتلك القدرات والإمكانيات القتالية بما يمكنها من مجابهة العداءات الجوية الحالية والمنتظرة لتأمين الأهداف الحيوية بالدولة، بالإضافة إلى مسرح العمليات للقوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. في إطار احتفالات قوات الدفاع الجوي باليوبيل الذهبي، أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في كلمته التي ألقاها احتفالا بمرور 50 عاما على بناء حائط الصواريخ عام 1970 والذي اتخذ عيدا لقوات الدفاع الجوي. نحتفل اليوم بمرور 50 عاما على إنشاء قوات الدفاع الجوي والذي يواكب ذكرى أسبوع تساقط الفانتوم. لقد كان يوم 30 من يونيو 1970 يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية الذي يزخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي، ويمثل الإعلان الحقيقي عن اكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال قوات الدفاع الجوي. وبدأ تساقط طائرات العدو الجوي معلنة بتر ذراعه الطولة وكسر إرادته لاختراق سماء الوطن وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال. واتخذت قوات الدفاع الجوي من هذا التاريخ ذكرى وعيدا يحتفل به كل عام. يسعدني في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر باسمي وباسم قوات الدفاع الجوي لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا في صناعة هذا التاريخ العظيم. كما وجه التحية لرجال الدفاع الجوي المرابطين في مواقعهم الذين يواصلون الليل بالنهار سلما وحربا، وحثهم على الاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على معداتهم. كما توجه بالتحية لرجال الدفاع الجوي حماة سماء مصر ودرعها الواقي وعيناها الساهرة المرابطين في ربوع الوطن الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته، لا فرق عندهم بين سلم أو حرب. كما أكد الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي بما يواكب أحدث نظم التسليح والتكنولوجيا على مستوى العالم. ونؤكد للسيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال قوات الدفاع الجوي يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم يواصلون الليل بالنهار حتى تظل قوات الدفاع الجوي قادرة على مجابات ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن هذا الوطن وهذا الشعب الذي يستحق أن يزهو ويفتخر بقواته المسلحة. ويشرفني ويشرف قوات الدفاع الجوي أن أتوجه بتحية شكر وإجلال وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مجددين العهد لسيادته أن نظل دوما جنودا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتنا العربية.
أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين إرهابيين إثر مداهمة أمنية بمحافظة شمال سيناء. وقالت الداخلية أنه بناء على توافر معلومات حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء والأعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 من يونيو تم رصد تواجد عنصرين إرهابيين شديد الخطورة داخل إحدى السيارات بهدف رصد الارتكازات الأمنية، إلا أنهما فورا تم استشعارهما بإحكام الحصار عليهما وأطلق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهما ما أسفر عن مقتلهما والعثور بحوزتهما على سلاحين آليين وخمس خزائن وكمية من الذخيرة من ذات العيار وجهاز لاسلكي وطبنجة تبين أنها مستولا عليها عقب هجوم مجموعة إرهابية على أحد أفراد الشرطة واستشهاده في 2017 بنطاق مدينة بئر العبد. أعلنت دار الإفتاء أن جماعة الإخوان الإرهابية هم خوارج العصر وأعداء مصر الذين نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين. وقالت الإفتاء أنه منذ نشأة الغبراء للجماعة الإرهابية لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم. تستأنف شركات الطيران المصرية رحلاتها الدولية غدا الأربعاء بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب تداعيات كورونا التي أثرت على حركة الطيران في جميع دول العالم. يأتي هذا في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية واستعدادات وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر والوصول. قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع عدد من المحافظين وكذلك مسؤولي مديرية الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك. أسفرت الحملة عن ضبط حوالي 550 ألف ماسك وقفاز طبي غير مطابقين للمواصفات القياسية الطبية و39 ألف عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح ببيعها أو تداولها بالإضافة إلى أدوية مخدرة ومجهولة المصدر. كما تم ضبط 12 ألف علبة سجائر ما بين مخزنة ومغشوشة وحوالي 4 أطنان دقيق مدعم ومعدل الإتجار والبيع بالسوق السوداء و3100 لتر زيت سيارات مجهول مصدر الصنع وغير مستوف للمواصفات و1500 عبوة مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية. كما أسفر المرور على بعض المخابز بضبط مخبز يقوم صاحبه بتجميع بطاقات التموين والخاصة بمستحق الدعم وبحوزته عدد 334 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين للاستيلاء على الدقيق المدعم بالإضافة إلى مخبزين مخالفين لاشتراطات التشغيل. وضبطت الحملة أيضا 10 منشآت تزاول نشاطها دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة من بينها 4 مصانع لتصنيع الأغذية والمستحضرات الطبية والماسكات و5 معامل للتحاليل الطبية ومركز للتخسيس. أكد وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة أن السد يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين. وشهدت الجلسة تأييدا من جانب مندوب الدول الكبرى لمطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قبل إقدام إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة. بالتأكيد على أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية والالتزام بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، ناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي القضية وسط تشديد على ضرورة حل قضية سد النهضة الإثيوبي بما لا يضر مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. موقف مصر قدمه بوضوح وزير الخارجية سامح شكري أمام جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر، حيث دعا شكري المجلس إلى القيام بدوره لتسوية الأزمة والوصول لحل عادل ومتوازن، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بمشروع قرار يدعو إلى التوصل لاتفاق خلال 2 أسبوع. إن مصر كدولة مسؤولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن تجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية
في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب. ورفض شكري خلال الجلسة الاتهامات التي روج لها مندوب إثيوبيا ضد مصر، مؤكدا أن القاهرة لطالما دعمت جهود التنمية في القارة الإفريقية. أرفض كل ما جاء من اتهامات من الجانب الإثيوبي، وبالتالي ولعقد وهناك أكثر من عقد من التفاوض لأكثر من 10 سنوات، واحترمنا من خلالها كل النتائج التي توصلنا إليها من خلال اجتماعات المتعددة. وشهدت الجلسة تأييدا من جانب مندوب الدول الكبرى بمجلس الأمن لمطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قبل إقدام إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة، حيث طالب مندوب فرنسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن كل الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي واتفاق المبادئ، بينما أعربت مندوبة الولايات المتحدة عن التزام واشنطن باستمرار التواصل مع الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان حتى التوصل لاتفاق. كما عبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن استعداد المنظمة الأممية لتقديم كل أشكال الدعم للمساعدة على حسم النقاط الخلافية. جاءت جلسة مجلس الأمن كاشفة لحقيقة المفاوضات حول سد النهضة، وأظهرت التجاوب المصري الواضح مع مطالب التنمية في إثيوبيا، كما حملت رسالة قوية بأن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية وستحافظ على المصالح الحيوية لشعبها. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالبدء في الترويج للمقترح لدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتشغيل هذا النوع من المدن الطبية المتقدمة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتسهيلات الممكنة للشركات الراغبة في تنفيذ هذا المشروع. أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن هذا العام سيشهد اكتمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى حسب البرنامج الموضوع مسبقا، وذلك بعد نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد على الرغم مما فرضته جائحة كورونا من تحديات أمام القطاع الصحي. جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لاجتماع هيئة الرعاية الصحية الشاملة بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي أتمت عامها الأول في المحافظة، معتبرا أن نوعية الخدمة الطبية الراقية التي تقدمها كانت في السابق بمثابة حلم لأبناء بورسعيد. وكانت المحافظة شهدت اجتماعا لهيئة الرعاية الصحية الشاملة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق المنظومة من بورسعيد. نقدر نقول أن منظومة التأمين الصحي الشامل اكتملت في بورسعيد في هذا العام، وهي منظومة قوية قدرت حتى تتواكب مع مواجهة جائحة كورونا. من ضمن الأعمال المجلس النهاردة خريطة الطريق اللي هنعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإطلاق التشغيل التجريبي في محافظات المرحلة الأولى وعلى رأسها الأقصر، فإحنا مستعدين للإطلاق الحمد لله. ودي الفترة رغم أن الفترة الأشهر اللي فاتت كانت فيها مواجهة جديدة لجائحة كورونا، إلا أن كنا بنشتغل على التوازي عشان نلتزم بالقانون علشان نطلق التأمين الصحي تباعا في المرحلة الأولى. كنا بنحلم زي الدول المتقدمة يتم تنفيذ عندنا التأمين الصحي الشامل. الحمد لله نحمد ربنا اللي أعطانا عمر، وشفنا بعد مرور عام بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء تجريبي أو فعلي، فعلا شفنا مقدار الارتياحية والشعور بالرضا لأهالي بورسعيد، شفنا أكبر عمليات قلب مفتوح بتتم عندنا في مستشفيات بورسعيد، شفنا أعظم مستشفيات موجودة عندنا، شفنا بنية تحتية طبية على أعلى مستوى، شفنا هيئة تمريض بيقدم خدمات طبية، شفنا أطباء كبار وعظام في مصر بيقدموا خدمات طبية عمليات جراحية كان صعب جدا تتم بورسعيد، شفنا بعض المحافظات المجاورة بتجيلنا أهوت عشان تاخد خدمة التأمين الصحي اللي عندنا بخدمة طبية. أعلن الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام مواطني 15 بلدا من بينها الصين في إطار محاولة تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد استقرار أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.
ولا تشمل القائمة الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى استثناء اللائحة كل من البرازيل وروسيا، ومن المقرر مراجعة وتحديث قائمة الدول كل أسبوعين. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن تلجأ لسياسة التقشف للتعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء كورونا. وقال جونسون في معرض إعلانه عن خطته للتعافي الاقتصادي إن لندن تمكنت من تجنب كارثة أسوأ في أزمة كورونا بفضل تكاتف المجتمع البريطاني. اقترب إجمالي وفيات فيروس كورونا في بريطانيا من حاجز 55 ألف حالة، وتشمل تلك الأرقام الحالات التي تم تسجيل فيروس كسبب للوفاة في كل من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية حتى 19 من يونيو، وفي اسكتلندا حتى 21 من نفس الشهر. ننتقل الآن لمتابعة كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام جلسة مجلس الأمن حول إيران. بيع سلاح وشرائه ونقله، لكن كلنا ندرك أن طهران ليست بديمقراطية حرة، إلا أن علينا أن نفكر بالتقرير الذي نناقشه اليوم للأمين العام. فهذا التقرير يؤكد أن السلاح استخدم في استهداف المملكة العربية السعودية الذي كان منشأه إيراني، وفي نوفمبر 2019 الصواريخ المستخدمة كان مصدرها إيران، فإيران تقوم بانتهاك حظر التسلح حتى قبل انتهاء صلاحية هذا القرار. تم رفع العقوبات، سنرى جرأة إيرانية، وسنرى إيران تستخدم صواريخها التي ستعمل على تطويرها، وسنراها توفر لجماعات ككتائب حزب الله للسلاح ليستهدف الولايات المتحدة وحلفائنا وفي حربنا على داعش. قامت باستهداف سفن تجارية في خليج عمان في العام الماضي، السلاح عادة يتم اقتناؤه لأغراض دفاعية، لكن هذا لا ينطبق على إيران. فدول المنطقة من إسرائيل إلى الخليج إلى دول الشرق الأوسط تعرضت لاعتداءات إيرانية، وكلها تتفق وتناشدنا بتمديد حظر التسلح الإيراني. المجلس أمامه مسؤولية، وهي الإصغاء لهذه الدول، والولايات المتحدة تفضل التعاون مع هذا المجلس لحماية أمننا القومي وحماية أمن القومي للجميع، وتقييد التسلح على إيران على مدى 13 عاما كان هدفه جيد ومعروف. وعندما تبنينا هذا القرار، قرار 1741، كان لديه مبرر، وكان ممثل المملكة المتحدة قال أن
الطريق الذي تسلكه إيران ليس بطريق يقبله المجتمع الدولي. فرنسا وألمانيا تدركان مؤخرا أن رفع الحظر سيهدد الأمن والسلام والاستقرار. وهناك نحو 400 عضو من الكونغرس الأمريكي. نحو 400 دعموا جهودي الدبلوماسية لتمديد حظر التسلح. هذا الأمر ذو طبيعة متعلقة بالأمن القومي وليس مسائل سياسية. النظام لن يعدل سلوكه بانتهاء صلاحية هذا القرار، بل سيواصل استفزازه. بتأكيدات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ما من مؤشرات على أن إيران ستتراجع وهي تحصل على معرفة خطيرة. ففي العام الماضي كان هناك علماء يعملون في أحد المفاعلات النووية، وقاموا بأبحاث متطورة، ولكنهم لم يسمحوا للوكالة الدولية لأن تزور هذا الموقع. وهذه مسائل لا تساعد حسن النوايا من جانب الإيراني، فإيران مسؤولة وما زال أمامها فرصة للقيام بذلك. ومن إضافة للهدف الأسمى للجميع، فإن الأمم المتحدة عليها أن تتخذ خطوات من أجل إزالة كل ما يهدد السلام، بما في ذلك التفاصيل التي ذكرتها. فإيران تهدد السلام، لكنني أرى أن المجلس يجب أن يواصل جهوده من أجل تمديد هذا الحظر على التسلح. فالنظام الإيراني يلجأ للإرهاب والعنف، وهذا أمر نأخذه على محمل الجد. وزير الخارجية الإيراني ستحدث إلينا اليوم، ونأمل أن يخبرنا من ينوون أن يسحقوا وكيف سيتم ذلك. إن هذا الحظر التسلح سيفرض على إيران أن تتصرف كدولة طبيعية وينهي معاناة الشعب الإيراني. هذا لابد من حدوده. قبل 75 عام وبعد الحرب العالمية الثانية، كان على الجميع أن يعمل معا كي يواجه مثل هذه الحروب مرة ثانية. فدعونا نعمل من لهذا الهدف، ونوقف أي دولة تهدد الأمن والسلام الدوليين. وعلينا أن نفعل ذلك بتمديد الحظر على التسلح الإيراني. شكرا لكم. أعلنت ألمانيا تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 194,259 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالوباء في البلاد 8,973 حالة. سجلت روسيا نحو 6,700 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى قرابة 648,000. وقال مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد إن 154 مصاب توفوا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة رسميا إلى 9,320 حالة وفاة. ألغت نيوزيلندا خطتها لاستضافة اجتماع موسع لقادة أمريكا وأسيا بسبب فيروس كورونا. اختارت بدلا من ذلك عقد قمة افتراضية. كان من المقرر أن تستضيف نيوزيلندا في نوفمبر 2021 منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي وفي
في أوكلاند، فيما تعقد قمة هذا العام للمنتدى من خلال اجتماعات افتراضية، حيث كان من المقرر أن تستضيفها ماليزيا. يضم المنتدى ضمن أعضائه 21 الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، إلى جانب إندونيسيا وهونغ كونغ، يركز بشكل أساسي على القضايا التجارية. تظاهر آلاف محامين الأتراك أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول احتجاجا على خطة نظام إردوغان لتسييس نقابات المحامين وإسكات المعارضة. وقدم حزب العدالة والتنمية مسودة قانون إلى البرلمان تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد، وهو ما يعتبره المحتجون محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة إردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن التركي. بعد التحية لك أستاذ محمد، إذن آلاف المحامين الأتراك يتظاهروا أمام المحكمة الرئيسية في اسطنبول احتجاجا على هذه الخطة التي يريدها إردوغان لتسييس نقابات المحامين، إسكات المعارضة، تدجين المعارضة بمعنى أصح، تعليقك. تحياتي لك يا أستاذ شادي والسادة المشاهدين. طبعا تطور جديد في السياسة اللي بيقوم بها أردوغان لوقت أي أصوات معارضة. نحن نعلم أن المحامين في تركيا هم جزء من المنظومة القانونية، منظومة الدفاع عن حقوق الشعب التركي وهويته. هذه المنظومة جناحها الآخر هو السلطة القضائية اللي أردوغان سيطر على أكثر من 90% منها، إما ترغيبا أو ترهيبا على مدى السنوات الثلاثة الماضية. يعني هو سيطر على القضاء والآن يريد السيطرة على المحامين أيضا. بالضبط. فإنما المحامين صعب السيطرة عليهم بشكل عام، صعب السيطرة على توجهاتهم وآرائهم بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص، لأنهم يعتبروا الجناح التاريخي المدافع عن الهوية المدنية الأتاتوركية في تركيا. فهو بيبدع في وسائل جديدة أو وسيلة جديدة يريد من وراءها السيطرة عليه، وهي إنشاء نقابات أخرى موازية يعطيها قدر من الشرعية ثم تذوب في داخلها النقابة الأصلية للمحامين في تركيا. بالمناسبة ده أسلوب كان أوصى به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر. صحيح. نسترجع التاريخ كان يلعبوا بنفس اللعبة. نعم. لكن النهاردة المحامين نزلوا للشارع وبيحولوا الحراك من ساحات القضاء والقانون ومنابر ومنصات الرأي إلى الشارع التركي، وأتصور أن هذا حراك بالغ الأهمية بالتوازي مع الحراك الحزبي السياسي. ونحن نعلم أن تركيا تستعد لانتخابات مبكرة ستتم قريبا، وكل ما يجري على الساحة الآن هو تمهيد لذلك. لكن أردوغان امتلك ورقة بالغة الأهمية في حالة خروج الأمور عن السيطرة في الشارع التركي، وهي شرعنة الميليشيات الإرهابية بقوانين تم تدشينها في الفترة. نعم، ما أطلق عليه حراس الليل. بالضبط يا أستاذ، زي ما حضرتك أشرت دول إطار غير شرعي بيضم أكثر من 80 أو 100 ألف، ومعاهم أيضا عناصر أخرى موجودة في الشارع التركي، هم من جماعة الإخوان المسلمين، لكن لا يمتلكوا هذه الشرعية، إنما ممكن الدفع بيهم إلى الشارع في حال خروج الأمور عن السيطرة. هو يدرك أن شعبيته تراجعت. نعم. إن أكرم إمام أغلو سيكون المرشح الأوفر حظا إذا جرت الأمور بعدالة وشفافية. نعم، وهذا ليس بجديد، استخدام الميليشيات من قبل هذه الجماعات الإخوانية لتحقيق مآربهم. الوقت انتهى ولكن الصورة وصلت. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مصطفى مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشأن التركي.
أقر البرلمان الصيني تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ. يضع التشريع الذي أقره مجلس الشعب الصيني بالإجماع يضع بكين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى. قالت إن القانون يقود القدر الكبير من الحكم الذاتي والذي تتمتع به هونغ كونغ رغم عودتها للصين في أول يوليو 1997، فيما تؤكد بكين إن القانون يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية داخل هونغ كونغ. تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ أقره البرلمان الصيني يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما. فبحسب بكين يهدف القانون إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية، خصوصا بعدما شهدت هونغ كونغ احتجاجات واسعة مطالبة بالديمقراطية العام الماضي وتحول بعضها للعنف. وبحسب وسائل إعلام فسيمكن القانون بكين من محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية، كما سيفرض القانون الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته. القانون سيمكن بكين أيضا من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونغ كونغ للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية، كما سيعزز آليات التطبيق في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا. التشريع الذي أقر بالإجماع يضع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى. قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في الأول من يوليو من عام 1997. فالولايات المتحدة بدأت في إنهاء الوضع الخاص لهونغ كونغ في القانون الأمريكي وأوقفت صادرات الدفاع وحدت من إمكانية تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة للمدينة. من جانبها قالت اليابان إن إقرار الصين تشريعا للأمن القومي لهونغ كونغ أمر مؤسف ويقوض مصداقية صيغة دولة واحدة ونظامان، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الدول المعنية للتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن القانون معتبرا أنه سيكون له نتائج سلبية جدا. أنهت وزارة الآثار ترميم قصر البارون والذي صلى صامدا إلى أكثر من 100 عام وفتحت أبوابه أمام الجمهور بعد افتتاح الرئيس السيسي له. يحوي القصر العديد من الخرائط والوثائق والصور التي تحكي تاريخ حي مصر الجديدة وحي هليوبوليس وحي المطرية، ما جذب العديد من الزوار. أيقونة مصر الجديدة تحول إلى مزار سياحي. قصر البارون الذي ظل صامدا إلى أكثر من 100 عام أنهت وزارة الآثار ترميمه في عامين وفتحت أبوابه للجمهور بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي له. يحوي القصر ذو الطراز الهندي العديد من الخرائط والوثائق والصور التي تحكي تاريخ حي مصر الجديدة وحي هليوبوليس وحي المطرية، مما جذب العديد من الزوار. حاجة رائعة، كأنه جوهرة من جوهرة المكان موجود. طبعا العمل عظيم والقائمين عليه يعني مشكورين جدا جدا. القصر فعلا ترميم على أعلى مستوى، الاهتمام به فعلا واضح جدا جدا. واضح ان ان شاء الله بعد أزمة كورونا ما تعدي هيبقى أحد المزارات الرئيسية. يعني أنا أول مرة أجي قصر زي ده وأعرفش أساسا إن في حاجة كده، في حاجة حلوة شبه بتاع اسبانيا بره. يفتح القصر أبوابه للجمهور يوميا من 9 صباحا وحتى 6 مساء لمدة 15 يوما، ليكون ميعاد الغلق بعد ذلك في 3 عصرا. انطباعات مختلفة طرقها القصر في يومه الأول لزواره. بصراحة أنا ما كنتش متخيلة كده، التيكت الشارع كله بره مليان ما شاء الله، والناس حابة تيجي تشوف المكان ومتحمسة جدا
وملتزمة بالقواعد اللي احنا بنقولها وملتزمة بكل الريجوليشن اللي احنا بنتكلم فيها. فما شاء الله الإخبار رائع والناس جميلة وجاية ومبسوطة جدا وبتهنينا كلهم. بأسعار رمزية يستطيع الجميع زيارته، فسعر التذكرة للمصريين 20 جنيها فقط، وللأجانب 100 جنيه، وللطالب المصري 10 جنيهات، والأجنبي 50 جنيها. كما يسمح بالدخول المجاني لمن هم فوق سن 60 عاما باستخدام بطاقة الرقم القومي مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية. العملية كانت منظمة الحمد لله، احنا عملنا الإجراءات الاحترازية اللي احنا كنا تحدثنا عنها واللي هي هتتم في باقي المتاحف اللي هيتم افتتاحها ان شاء الله في 1/7. الإجراءات الاحترازية، العلامات الإرشادية اللي موجودة، الكاباسيتي بتاع البيلدينج هيكون قد ايه، انه ما يزودش عن عدد الزائرين في داخل كل قاعة عن 10 افراد. جهود كبيرة أحيت بها الدولة هذا القصر التاريخي ليعود القصر صاحب الأساطير والحكايات مرة أخرى إلى رونقه. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تأجيل نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون لمدة عام لتقام في 2022. كان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2021، لكنها ستقام في يناير 2022 بسبب فيروس كورونا. كما قررت اللجنة التنفيذية في الكاف إقامة الدور قبل النهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا هذا العام على ملعب واحد في الكاميرون. يواجه فريق فالنسيا غدا الأربعاء فريق أتلتيكو بلباو في الجولة 33 من الدوري الإسباني، ويلتقي فريق ديبورتيفو مع فريق غرناطة، ويلعب فريق بلد الوليد أمام فريق ليفانتي، ويستضيف فريق ريال بيتيس فريق فياريال. ختام النشر تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يجدد العهد على المضي في معركة البناء ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. الاتحاد الأوروبي يفتح حدوده مع 15 بلدا بينها الصين ويستثني الولايات المتحدة. محامون أتراك يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على خطة إردوغان لتسييس النقابات وإسكات المعارضة. وفي الختام لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.